مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، معنا اكشوان اكنوان احد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. اكشوان مرحبا بك على انفاس بريس. كيشرفني نهضر في انفاس بريس. الله يخلي لكم والديكم ويسعدكم. واش المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، واش راكم مبروكه؟ اليوم اللي بغيت نقول للجمهور المغربي بارك، واش راكم ما ترمدنوا ما والو. انا راه ترمدنت على شي حوايج اللي كترمدن. لا وقعت لي شي، ما بغيتش نهضر على الطليقه وداكشي، خلي داكشي بوحدو. بحال تشمت بحال بزاف د الحوايج، داكشي علاش ترمدنت. ما كنترمدنش انا، ديما ضحك وديما لا سوغيغ، الضحيكه ديالي زوينه فهمتي، بحال ما كتبغي تحل المرض. دير لنا ديك الضحيكه ديالك الله يجزيك. هي هادي ومحدك دابا ضحك، قولي لنا شنو كيتا. اللي بغيت نقول لك، واحد النهار دابا الناس كتعاود لكم النكات، ولكن انا نعاود لك قصه طرات ليا. نكته واقعيه. كنت عايش في دارنا بوحدي بكل تواضع. انا ميتي لي والديا، باقي ما تجوجش، ما والدك الساعه ما كنت مجوج ما والو. خليت الباب ديال الدار منفس، خرجت نجيب كوميره ومرتها ديالي باش نفطر، خليت البراد ناقص عليك يا عمر. جيت حتى كيبانوا لي العينين حمرين في المرح، تخلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. بها علاش حليت الباب؟ هي مشى واحد المشى بحال النمر، انا ما كنعرفش، انا راه صارع عفوي. من جيت نشوف سديت على ما كنت نقولها تصب زعما خرجي. ساعه من درت ها بانت لي مشى من غير المشاش العاديين، سديت الباب. انا اللي درت تصب. انت اللي تصبيتي برا. انا اللي تصبيت، سديت الباب وخرجت. شو الذكاء كيدير؟ مشيت للانترنت جبت بحال هذيك المشى ب 100 دريال، خسرت 100 دريال طططططط. جبت شخشا هي تعطيني الصيام ونص واحد خينا كتب عندي واحد المشى بحال هذه عندي دابا في الدار، راه دخلات هاد. قال لي راه دايره 26 فري 24 فري. ومالها؟ هي راه حامله. وانا ما عارفاش حامله. ديتها درتها في قفه، درت لها تقايبات من تنفس وديتها للقريعه. دابا تحيه للشرطه، تحيه للشرطه، راه عزاز عليا وكنضحكهم. دابا انا من غادي بها بالمشى كتركل. غادي بها بولادها؟ لا هي حامله كتركل لي في القفه. البوليس يتابعني بديت داش كيصحابك، سافر شي دري صغير كيتركل ليك. جا وقف عليا قال لي كيشكتي راه مشى. قال لي مسموح ديك الساعه باقي ما تشهرتش. قال لي لاكارت ديالك؟ قلت له مسموح. داوني للدائره بوانتوني، ما كنتش هاز معايا لاكارت حقك بوانتوني. خرجت مشيت انا فين غادي بقى؟ واش انا عندي درهم ديال كوميره والزبده ما غادي نكريدها في الحانوت؟ يعني خصني نمشي نبيع المشى. وصلت للقريعه، هذا هو السيد اللي غنبيع ونشري معاه المشى. يلا غنجبدها من القفه. هي تهرب. مشات 26000. علقات، ولكن راه ربي فوق مني والعواج راه هربات. يلا غيمد لي الفلوس غنعطيه هي تعلق. بقيت كنجري نجري نجري وتابعها، كنقول بنادم واخويا واش 26000 26000 واش طلعك ديك المشى الله يحفظك شده ديك المشى وهي معلقه معلقه. دخلت لي لدرب كبير تبعتها كنجري شتي غنتسطى. جيت وقفت تحت واحد، دخلت تحت واحد من الطوموبيل من التحت. قلت هذا اكشوان خدم الذكاء ديالك. مشيت شريت باط ايزابيل واخا ما واكلوش ما فطرش به انا. عطيتيه ليا هي. والله يا خويا خديت واحد الدري دايز باش عفوي واعر على اليوتيوب ورزانه. دايز واحد الدري كان شوف دري خش 10 دراهم غنبيع مشى ويلا معايا القرعه نعطيك 30 درهم. قال لي بقيت فيه. درت لها الباط تحت الطوموبيل. ودرت ليها من لها هي كتاكل وانا الويله القزيبه وانا ما طلقتهاش. عيطت على واحد خينا قلت له خويا شوف جيب لي شي كفه، حيت ما خصنيش نمشي بعد مول الحانوت. خشيتها في الكفه في الاول، درت لها تقايبات من التنفس. دابا ما بقاوش تقايبات من التنفس والو. قلت له والله ما نتزاقل معاك. عقدتها هذه فيها 26. عقدتها ديتها ليه، بعت وشريت معاه، درت عشاء زوين. تخيل كناكل، ضربت كاس ديال كوكا وانا نتقرع. الله يخلف عليك الصيامو تحياتي.